يوم الاثنين كان من المفترض أن يبات ملف الأجور، إلا أنه بسحر ساحر تم تأجيله إلى جلسة يوم الأربعاء لغايات في نفس يعقوب. أرباب العمل والعمال ما زالوا ينتظرون متحفظين على المماطلة. كيف وزير العمل تارك الاقتصاد من 5 أشهر لتاريخ اليوم واقف على فرد إجر؟ نهاية المطاف أنا بدي أقول يعني بين إنقاذ مشروع وزير العمل وبين إنقاذ الاقتصاد، نحن من دون تردد بدنا نختار إنقاذ الاقتصاد ومستقبل لبنان، وهالشي متوفر من خلال وثيقة اتفاقية بعبدة. نحن مطالبين بأنه ينزل هذا الملف، ينتهي التجاذب حوله، يخرج من دائرة الضوء السياسي. وزير العمل الذي صام عن الكلام لأيام أطل من الرابي بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح ليوضح وجهة نظره، ولا سيما في شأن اتفاق بعبد الرضائي. هالاتفاق بالصيغة يلي وضع فيها ما بيحترم ما سبق وذكرنا. ابداء للإيجابية ترجمنا أرقامه. شو يعني أرقامه؟ يعني قديش اللي بده يدفع مستعد يدفع، وقديش يلي بيمثل اللي بده يقبض راضي انه يقبض. ترجمني إلى الصيغة القانونية، يعني انطلاقة من 95، نسبة غلاء معيشة 100% وشطور. هيئة التنسيق النقابية بدت ثابتة في موقفها رافضة الاتفاقية. نتأمل من مجلس الوزراء أنه ياخذ 3 ملاحظات لهيئة التنسيق النقابية بعين الاعتبار، وإلا رايحة هيئة التنسيق النقابية بكرة الساعة 6 مساء تحدد خطوات تصعيدية بالإضراب والتظاهر. أول ملاحظة موضوع بدل النقل، هذا مكسب ولا ممكن نتخلى عنه. النقطة الثانية، يجب أن يصاغ مشروع القانون بشكل قانوني يراعي موضوع النسب المئوية والتشطير وليس مبالغ مقطوعة. النقطة الثالثة أنه المبالغ اللي بده يعطيها مجلس الوزراء ما لازم تنزل عن المبالغ تبع أول مرسوم. ما بعرف هالدحشة ليش؟ إنه بالآخر ما قالن يعني ما قالن صفة قانونية لحتى يمثلوا، لجنة المؤشر واضح من يتمثل فيها، في آلية في مرسوم، مش لحتى تقعد لحتى تقعد. هلا أراد الوزير إنه هيك يجيبهم بإطار الفولكلور، بركن بوحدات الدعم كمان ما بعرف، إنه جابهم لحتى يكونوا، معلش إنه نحن ما بضايقنا حدا جاي للصورة أو جاي لحتى يدعم الوزير. بدنا نقول للأستاذ غسان أنه أولاً موضوع الأجور بهم كل الشعب اللبناني. في خضم هذه التصريح أتى وزير العمل ليبشر بالحسم في جلسة الأربعاء. مجلس الوزراء قدامه الخيار، يا أما بيمشي ضمن الصيغة القانونية باقتراح وزارة العمل، يا أما بيمشي ضمن الصيغة القانونية بما توافق عليه هؤلاء. هل سنعود مجدداً إلى نقطة البداية؟